له حالات. الحالة الأولى الرجل أو المرأة إذا لم يقدم على النكاح يقع في الضرر. في هذه الحالة النكاح يكون واجبا عليه ويكون واجبا عليها، لا ضرر ولا ضرار. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يقع المكلفون في الضرر. الضرر مرفوع في إطار الشريعة. إذا واحد ما تزوج وقع في الضرر، يجب عليه أن يتزوج وجوبا شرعيا أو وجوبا عقليا. مرة يقطع بالضرر، قطعا يقع في الضرر، يجب عليها أن يتزوج. مرة يظن بالضرر، يجب عليها أن يتزوج. مرة يشك أن هنالك ضرر أو ماكو ضرر، أو يظن بأنه لا ضرر، إذا كان الخوف خوفا عقلائيا، الفقهاء يفتون بأنه يجب عليه أن يتزوج. حتى إذا وهم، حتى إذا 10%، إذا كان الاحتمال احتمالا عقلائيا يجب عليه أن يتزوج. راجعوا العروة الوثقى، راجعوا حواشي الفقهاء الأحياء منهم والأموات، رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين منهم، يفتون بالوجوب في صورة القطع بالضرر أو ظن الضرر أو خوف الضرر إذا كان الاحتمال احتمالا عقلائيا. هذه حالة. الحالة الثانية لا ضرر، ولكن يخشى الشاب أن يقع في الحرام. الأجواء الآن مو مثل أجواء قبل، الآن الحرام موجود في كل مكان، ما يحتاج أنت تذهب إلى الحرام، الحرام هو يأتي إليك. الآن مؤامرات الكفار علينا نحن المؤمنين دخلت في بيوتنا. ابنك ما تتمكن تتحكم به، بنتك لا تتمكن أن تتحكم فيها، ما يحتاج أن يذهب بعيدا، الحرام في متناول حتى الأطفال في كل بيت إلا ما خرج بالدليل. إذا هذا الشاب اللي يعيش في هذه الأجواء الموبوءة، في هذه الأجواء المشحونة، يخاف على ذاته الوقوع في الحرام، يجب عليها أن يتزوج، يجب عليها أن تتزوج. يحرم بالحرمة الشرعية أو بالحرمة العقلية على ولي هذا الشاب أو هذه الفتاة أن يمنع من الزواج، لأن هذا دا يمنع من واجب. يساعد على وقوع هذا الشاب أو هذه الشابة في المحرم. هذه الحالة الثانية، أن يكون هنالك خوف الوقوع في المحرم. الحالة الثالثة، شاب قوي الإيمان، وحقيقة هؤلاء الشباب مفخرة. الشاب اللي يتمكن في ظل هذه الأجواء أن يحافظ على دينه، أن يحافظ على عقيدته، لا ينظر نظرة واحدة بنظرة خائنة.
مثل هذا الشاب عندما يموت ملائكة السماوات تتعجب من إيمانه. هذا المؤمن أثمن عند الله وأعز عند الله من كل شيء، حتى من الكعبة. مثل هذا الشاب، المؤمن أكرم على الله من الكعبة، لأن الكعبة حجر، بينما هذا بشر، هذا ولي من أولياء الله، هذا أفضل عند الله من الملائكة. إذا أكو هالشكل شاب، إذا أكو هالشكل فتاة في هذه الأجواء، لا تتلوث، يندب. هذا الحكم الأولي، هذه الطبيعة الأولية، مندوب ندبا شديدا أن يتزوج، مكروه كراهة شديدة أن يظل عاطلا عن الزواج.